كيف نرد على من يقول بجواز الاستماع للأغاني، وما حكم من يتبع المذهب الظاهري؟ الأغاني، الاستماع للأغاني حرام. الله جل وعلا يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. والأغاني له، الله جل وعلا يقول والذين هم عن اللغو معرضون، فهي لغو ولهو، هي لغو ولهو. له قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فهي لهو. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هو والله الغنى، يعني لهو الحديث هو والله الغنى، هو والله الغنى، هو والله الغنى، ثلاث مرات يحلف. وقال ذلك غيره من الصحابة، فسروا لهو الحديث بأنه الغنى. وفي حديث أبي مالك الأشعري في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي أناس يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، المعازف وهي آلات اللهو، ومعنى يستحلونها أنها حرام، وقرنها مع الخمر والحرير على الرجال، والزنا أشد، الحرى وهو الفرج يستحلونه بغير الزواج، قرنها مع هذه الجرائم، دل على أن آلات اللهو والغنى أنها محرمات لا يجوز الاستماع إليها. هذا هو الرد على من يستبيح الغنى وليس معه دليل يقاوم هذه الأدلة، إنما معه الهوى فقط، والهوى هذا لا يعارض به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى للشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك، صوت الشيطان هو الغنى، كما جاء ذلك تفسير ذلك في كتب التفسير، هو الغنى صوت الشيطان